شغله في البرايم. الفريق الأخير شباب، فريقكم ايش اسمه؟ شيخ الماضي الدواسري. ايش اسم فريقك؟ ها؟ والله شخبط اسميكم انا؟ المطانيخ. المطانيخ 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 فريق المطانيخ. اذا لمستهم بط يلا صكي فهد روح هنا صفقولهم يا عيال اخوياكم عزولهم. ادخل يا الله يا عمر بعد ما طلعت تصير صفك كذا. وين تعزيز ابوي؟ انت وين رحت؟ اختفيت؟ لا تقدم بلغ عندك الناس. تقدم بس. تقدم هنا اساسين هنا كويس. عطنا عقال عطنا عقال. امسك اقدم اقدم تقدم قدام احنا قدام قدام ايوه اقعد ان شاء الله ما يكاف ان شاء الله. شبك ذا شوف شبك ذا هنا لا 220 220 هذا 120 220 220 اي هذا 220 لا لا 220 مدير المهرجان يقول 220 هذا. يا الله يا كريم والله العظيم اختبارك والله برزق ما حسيت ذا المهرجانات والله اني ما بعد جيتها يا بعد قلبي والله يا ابو مسفر مهرجان الحرف اليدويه هذا شبكه شبكه 220 الحين صار لي اني اجيب انت كلك بركه اعطيني من اعطاك الله الله يرزقك خير الله يرزقك خير اللهم اجعلها عني وعن احمد وعن سامع وعن شيبان يرزقك الذريه الصالحه هذول وش هم يسوون ما شاء الله. مرحبا حياكم الله حياكم الله يا مرحبا يا مرحبا مساكم الله بالخير بالنور وشلونكم عساكم طيبين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل ذا شو من شغلكم الله الله هذا من شغلنا من متى وانتم تجيدون ذا الشغل ما شاء الله تبارك الله ولا تاخذونه جاهز وتبيعونه ابدا هذا شغلي انا والرجال ذا من قبل 13 سنه ما شاء الله من يومنا في من يومنا في اول متوسط وحنا نشتغل مع بعض درسنا الثانويه مع بعض وحنا نشتغل في ذا الشغله ودخلنا الجامعه وخذينا البكالوريوس حنا مع بعض ما شاء الله وما زلنا نشتغل في ذا الشغله يا الله لك الحمد يا كريم يا الله لك الحمد انت ما شاء الله اشوفكم والله اني منصدم انت متزوج عندك عيال عندك إيه عندك بيت الحمد عندك لله ايوه عندي بيت وفاتح لي بيت وهذا باب رزقي ولله الحمد ما شاء الله ما شاء كل من هالشغله ذي من ذا الشغله الحمد لله الحرفه ونحب الحرفه انا وصديقي أحمد. من 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 زمان منذ الطفوله سبحان من خلق وفرق انت شفت انت الرجال اللي واجهناه في مدخل المهرجان الا شفت انا طالبك طلبه انك تنادي ايش مكان نعم ناده ابيه يشوف بعيونه يمكن يتغير فيه شيء ابن آدم قلبه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يمكن ينقلب قلبه ويشتغل ويعتمد على نفسه أجل أنا أديه وجهي وش عندك أنت تبيه بشيء أنت ناده أني طالبك أنك تنادي أبشر أبشر حديتها إن كانك بتشري لا إله إلا الله بنشريها منكم هذا طبعا السلام رسم تحدى على 35 أنت وش تبي وش تبي فيني تعال تبي تقطع رزقي خليني أنا والله العظيم هذا حالي أنا أبي لك الرزق أنت تعال معي وأنا محتاج خلينا لا تقطع رزقي يبي يرزقك الله تعال أبي لك الرزق أنا تعال معي تعال معي أنت بتقطع رزقي أنت لا أنا أبي لك الرزق هذا مكانه وهذا رزقي تعال تعال مش تعال أبو مسفر يا مرحبا هذا الرجاء يا مرحبا ومسهلا يا مرحبا هلا يا مرحبا اخوي ان ما ناداناك الا لشيء بيفيدك انا وياك لا شفنا ذو الهمم متعدين مراحل واجد ليه ما نسوي ربع اللي يسوونه انا ابيك تشوف بعيونك ما يحتاج اني اقول لك كلام واقنعك ابيك تشوف بعيونك وتقنع يعني انا صديق الياس انا صديق الياس وهذا أصحاب الهمم هذا شغل أصحاب الهمم كيف سويتوا هذا الشغل؟ الحمد لله الإعاقة وأنا أخوك هي إعاقة الروح ما هي بإعاقة الجسد يا الله. طالما أن قلبك ينبض معناتها أنك تقدر تسوي كل شيء كل اللي تحتاجه همة يا ولدي أنا أكبر منك بعشر سنوات ذو الهمم لا يعترفون بالمستحيل بل هم من يصنعون من لا شيء شيء للمستحيل بينهم لا مكان إنهم الهمة يعني أنا يعني أنا وامثالي أصحاب اليأس بعد اليوم وبعد الموقف هذا راح أكون من أصحاب الهمم لا 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 احنا ما نحتاج أحد يساعدنا احنا نساعد بعض
صفوا يا شيء. الإعاقة إعاقة الجسد، الإعاقة إعاقة همة ليست إعاقة الجسد. وقبلوها بما جاتكم به، ما في ترتيب. لكن اللي نبي نوصله أنه الإعاقة إعاقة همة وليست إعاقة جسد، وأصحاب الهمم منهم نستمد همتنا وطاقتنا لأنهم وصلوا إلى النجوم وإلى القمر، ووصلوا إلى أشياء لم يصلها أناس طبيعيين. لذلك أنتم قدواتنا وأنتم ساداتنا وأنتم المثل الأعلى لنا. الملك سلمان بن عبد العزيز من أكبر الداعمين يحفظه الله لأصحاب الهمم، لذلك هذه قصيدة في الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله. هذا قضاؤك يا سلمان والقدر، وقدوتك صلاح الدين أو عمر، والثالث السيف قطز حينما هزمت في عين جالوت من غاراته التتر. كسرت كسرى وأدبت المجوس، فما عاد الملوك بالشرق الأرض إذ قهروا. سيكتب الدهر والتاريخ جملته، بالله ثم بسلمان العلا كسروا. الإعاقة إعاقة همة ليست إعاقة الجسد. بس كمان انتو شو باقي عندكم شيء ولا لا؟ خلصنا ده شيء مصلب. طيب باقي الرجل شرو ولا باع؟ طيب شرواي انت، بشيل العزبة كاملة. طيب ايش رايكم الشباب؟ الشباب لينا، ايش رايكم اخوياكم؟ الله يحفظكم. طيب سمعونا لهم صفقة يا اخي، سمعونا. انا من غير قصور باخوياي، انا ابي همشينها معجبه الربع ذا، الله لا صفقوا انا مستنسي. صفقوا صفقوا مميز. طيب متعب المالكي وبندر عبد الفتاح شخبوط الدوسري، انتم شفتوا اللي صار تمام، وعادل كان معه، بعدين راكان عطاه وضعيه اللي انا معكم باذن الله نحن صاملين، رفعها احمد الفراج وعاد قفلها، هذا اللي دائما يقفلها حتى في وجهنا احنا. اعطوني انطباعكم عن الشباب البندر. الله يعطيكم العافيه جميعا، فكره ممتازه وصراحه وصلت يعني مقوله المشهد او فكره المشهد بصوره واضحه. لكن انا عندي ملاحظه بالنسبه للتمثيل الممثل فهد، حتى لو كان مثلا في كاركتر او في شخصيه حاب تقدمها، دائما فضل يكون وجهك يعني واضح بصورة كاملة للجمهور حتى في الحركة. بالنسبة للمشهد عموما، دائما في المسرح نحاول انه ما يكون فيه يعني، حتى لو حاولنا نبسط للجمهور نوصله، نحاول ما يكون فيه مباشرة ووعظ مباشر، يعني نحاول تكون رسائلنا دائما مبطنة او بصورة غير مباشرة. هذه ملاحظة لكل اللي يشتغلوا في مجال المسرح. شكرا. الله يعطيكم العافية جميعا. متعب المالكي. ما أزيد على كلام بندر للأمانة، صراحة قال كلام أنا ما أقدر أزيد، لكن أنه فعلا ما تكون رسالة مباشرة، بس يمكن الشباب ينقسم الخبرة في هذه المواضيع، وخاصة في حركة في أداء في كاركتر، لكن بالمجمل زي ما قال بندر الفكرة وصلت، واللي يبغون يوصلون طبعا وصلنا. الله يعطيكم العافية. جعل والديك في الجنة. نكرر شخبوط الدوسري، عادل هيف، راكان، وأحمد الفراج، وفهد، عشان تختاروا منهم واحد الليلة يشرفنا مع الأخوان في أنت النجم. إيش رأيك؟ فهد عطيب أكيد. ممكن فهد. لجنة التحكيم من أمس جالسين للصور حقكم، أرسلنا لهم عشان يعرفون. نمشي. لا رخص استمارة. توكلنا، وين موجود باقي الشباب يجيبون عليك؟ طيب تفضل. يعطيكم العافية.